من حوالي سنة ونص وقت ما كانت الكنيسة مقفولة وما كانش في حد أو حتى قداس، أنه قعدت فترة الكنيسة فعلا مقفولة بالكامل وقت كورونا، جالي كورونا. ما كنتش قلقان وما كنتش خايف، يمكن قالوا لي ما تقولش لحد، مش عارف ليه ما اقولش لحد، يعني هي خطيه يعني، لكن ما كنتش قلقان. يمكن كان مستر صبحي يتصل بيا، كنت بقعد اضحك معاه في التليفون. لكن حصلت حاجه غريبه، ما كنتش بعرف افرق ما بين ريحه البن وريحه البرفيوم. دي بالنسبة لي كانت حاجة جديدة، ما حسيتش بيها قبل كده، كان إحساس جديد. وفجأة حسيت إن أنا إيه ده في حاجة موجودة عند كل الناس مش موجودة عندي، في حاجة موجودة عند كل الناس مش موجودة عندي، مع إني كنت واثق إن الموضوع هيعدي وأسبوع والدنيا هتمشي وكل حاجة هتبقى كويسة، ومع ذلك ده كان إحساس جديد ما حسيتوش قبل كده. ولقيت فكري بيقول لي طب ده في ناس محرومة من حاجات كتير موجودة عند كل البشر، اللي قاعد على كرسي واللي عنده دراع حصلت له حادثة واتقطع، واللي 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 في ناس كتير عندهم حاجات ناقصة مش موجودة في بقية الناس. طب ده أنا أمري سهل، ده موضوعه هيعدي. احيانا الله يخليك تقع في مشكله معينه، يسمح لك بتجربه معينه علشان يزود احساسك بغيره، علشان يضيف لك حاجه جديده، عشان يحولك من ذهب عيار 18 لذهب عيار 24. هو ده هدف الله من اي تجربه احنا بنمر بيها، هو انه يحول الشخص لشخص احسن، لشخص افضل، يبدا يحس بغيره، يبدا ينمي جواه حاجه احلى. هي دي فكره التجربه مش اكتر، انه الانسان بيتحول لشخص افضل. عشان كده وسط التجربه امسك في ربنا وقول له انا معاك ومش هسيبك، وانت اللي هتحل المشكله، حتى لو المشكلة محتاجة معجزة، المعجزات دي عندك حاجة بسيطة قوي. احنا بنشوف المعجزة حاجة كبيرة، لكن عند ربنا دي بسيطة جدا. يبقى التجربة بتخليني انا قوي، بتخلي عقلي ينشف، هو ده اللي ربنا عايزه فيا. يبقى وسط التجربة اقول له اشكرك يا رب، قول لي عايز تعلمني ايه. امين.